متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ظهرت نسخة SVR من رينج روفر فيلار أثناء اختبارها على حلبة نوربورغرينغ. السيارة تمتلك محرك سوبر تشارج V8 مع قوة تدور بحدود 542 حصان، ومقرر نزول فيلار على الساحة لمنافسة مرسيدس GLC63 AMG. خارجية رينج روفر فيلار ستكتسب لمسات SVR المعتادة والمتضمنة مصد أمامي عدواني، فتحات تهوية أكبر، عجلات ومكابح أكبر، كما سيضاف مشتت هواء بالمصد الخلفي بين فتحات العوادم. هذا ومن المقرر تدشين رينج روفر SVR خلال الصيف على أن تطرح في الأسواق العالمية بعدها بوقت قصير. لمزيد من التقارير والأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المرابطة نت، وتابعونا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إلى اللقاء.